أكيد أنا والإثارة. والله متوتر الشيخ، هذه الكرة تجينا عرفت تسلم علينا. كابتن يوسف بأمانة كابتن وجدي تشكرون على كل الجهود، أنت والطاقم العمل اللي قاعد ينجح هذه الفعالية، قاعدين نشوف أبطال إن شاء الله قاعد يتم استثمارهم، وحلو أنك تعطي كل نادي حقه علشان من هنا يطلع الاستثمار الصح مستقبلا. طبعا هذه خطة طويلة ومبغتة التحيل، وخاصة ممكن معناها زعزعة ثقة نفس بالتحيل، وإذا كان ما جاتش لما لا الوصول إلى ركلة الترجيح. بأمانة كابتن يوسف كابتن وجدي مشاهدينا، لما نشوف الجمهور حاضر لمؤازرة الأب، لمؤازرة ولده، الأم لمؤازرة بطلها كذلك، يعني والله نفخر، وهذا ما يبين حرص العائلة وحرص اللي عنده يعني شخص عزيز قاعد يلعب ومعيشه هذه الاجواء اللي يعني اللي نفس ما نقول قاعدين يشوفوا في المباشر ويشوفوا صورها مع اي شوفوا صورها قاعد يشوف. قاعدين نتكلم ترى عنكم، ها قاعدين نتكلم قاعدين نحش فيكم. اي ففعلا مشاهدينا والله كابتن يعني شوف يعمل لك كابتن يوسف، احنا نسوي لك ايضا في اللحظه هذه اعتقد ان تعطي نوع من الفخر. نعم انك انت نعم تأدي وانك في النهايه توصل للنهائي تاخذ تحصل على الكاس. بأن الأحلام بصغارهم حاضرين، وترى بأن الطوفان من أجل اللقب متواجدين هنا تحت القبة من أجل منصة التتويج ما بين الفريقين، والحديث عن فريق أبيض حضر بألف عصمة عبد الله بالرقم 8 محمد أمان السليطي، وبالرقم 9 محمد خالد إبراهيم، بالرقم 10 محمد عيسى السليطي، بالرقم 21 راجع عبد الله عباس، بالرقم 26 أحمد تاج الدين، بالرقم 30 أياد محمد عبده. حمور يبحث مع أبنائه، مع أصدقائه، مع رفاقه هنا في هذه المباراة عن كيفية معانقة الذهب ودرع البطولة بالنسبة للعربي، يعلمون ذلك بأنه صعب لأن يواجه فريق بقيمة الحيل. هذه محاولة التقدم، رفع الراية هنا بهذه اللحظة، طالت ولا زالت ولا زالت بكرة وتسديدة اختطمت وعادت هنا بمنتصف ملعب المباراة لمصلحة الحيل مرة أو لمصلحة العربي مرة أخرى. من الجهة اليسرى الأحلام يتقدمون، مر تقدم يبحث اقترب، إبراهيم ب 11 هدف يصل إلى المركز الأول في هذه البطولة. النظرات بالنسبة لمروان بطول قامة ينظر 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 إلى الكرة متى تأتي إليه ليترجمها إلى هدف. سننتظر بعد ركل الكرة بأي محطة ستحط رحالها، هنا نناظر نتابع نشاهد نراقب هنا من الطرف الأيسر عرماوية وصلت بداخل البوكس ولكنها لا زالت قائمة قريبة ولكنها إلى ركلة مرمى. هنا ترتفع الأصوات والمؤازرة من على مدرجات ملعب المباراة مع العربي حتى الرمق الأخير، مع الأحلام حتى الرمق الأخير، يساندون يأتون يشجعون يقفون خلف هذا الفريق الأحمر. راحت على مستوى حراسة المرمى، هذه هي الكرة الماضية بالتالي لمصلحة العرب. عرباوية تنقل إلى الأمام، تقطع الضغط العالي المتولد من عناصر تحيل، هذا الذي نشاهده حقيقة مستوى جيد يقدم تحيل، هو الأقرب نأتي للتسجيل ووصلت على مستوى، وبمحاولة كانت لتحيل عادت للعربي، عودة لخط الدفاع، خروج بالكرة بشكل جيد، طويلة ترسل، لكن بالإمكان أفضل مما كان أن ترى لاعب وحيد لخط المقدمة أمام أربعة لاعب، وبالتالي تنقل إلى الأمام عائدة لمصلحة العربي بدائرة المنتصف، نقلة إلى الأمام خاطئة هنا لمصلحة تحيل، يبحثون بهذه اللحظات، عودة إلى الخلف الأحرق، وبرقم 10 عبد العزيز خالد الحمد، برقم 48 يوسف محمد بلة، برقم 59 راتب محمد النجار، برقم 89 نرى مستوى جيد، هذه الأخطاء الفردية كان بالإمكان أفضل مما كان، وعادت هنا على مستوى خط الدفاع مرة أخرى. مباراة الحراس لحد الآن، مباراة إبراهيم وحمزة، مباراة إبراهيم سجلوها نعم
وضعوها نعم، دونوها نعم، تقدموا بها نعم، وبالتالي أنا قلتها بأن لغة كرة القدم هي الأهداف. فتحيل هو من تحدث على أي حال. يونس بلمسته وضربته وصل إلى شباك العربي، فهل سيصل محمد خالد؟ نرى ونتابع. نقلة جيدة، واصل اقتراب، محاولة من الطرف الأيسر، تقدم بهذه اللحظات، نقلة إلى الأمام لتبعد من المدافعين وعلى مستوى خط الدفاع الآن لمصلحة العربي. نتحدث عن مسار في النهائي، العربي فاز 3-1 على النواخذة بثلاثة أهداف لهدف. كرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة هنا، أوه أوه، لا تلعب بالنار، لا تلعب بالنار، وكرة إلى من قبل عناصر العرب، إلا إذا كان ردا من الأحلام، إلا إذا كان ردا من الأبيض الحار. توافد، توافد مستمر، لا زال متوافدين على 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 مدرجات ملعب المباراة. هنالك مباراة أخرى بعد هذه المباراة للشباب، حضور جماهيري مميز حقيقة، وما شاهدناه الطريف بالأمس بالنسبة للريانيين والصغار العاشقين يا جماعة. يا مصلحتي تحل من الطرف الأيسر الآن، هذا المنهالي، نعم هذا غانم خيت المنهالي، سبحان الله شبيه شقيقة أحمد المنهالي. أتينا كرة إلى الأمام واصلة، وبالتالي يأتي الإبعاد، وهنا لمصلحة العربي. نعم سيطرة، سيطرة ما شاء الله تبارك الله بعد ذلك. نعم أبعد على جمهور العربي، على 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 جمهور العربي يؤازر بكل كرة. ماذا لو جاء الهدف؟ ماذا لو جاء الهدف؟ لدينا كرة على مستوى خط الدفاع، تقدم بهذه اللحظات، واصلة بمنتصف ملعب تدحيل بهدف قد جاء عن طريق يونس بل. كرة إلى الأمام هنا في منتصف ملعب المباراة، وكرة العقري بعودته إلى الدفاع، وبعد ذلك هنا دحلاوية محاولة، لكن 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 تدخل جيد بالتوقيت المناسب، وكرة من الطرف الأيمن، ثم أصبحت قطرية دحلاوية، تقدم بهذه اللحظات، وإلى الطرف الأيسر اقتراب الآن، وسقوط على مستوى أرضية الملعب. الصراع لا زال مستمرا بالكرة الماضية، ولينتهي الآن لمصلحة هنا لمصلحة تحل، لكن 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 تمركز جيد، تمركز جيد بالنسبة للعربي، تمريرة طويلة لم تكتمل. يا جماعة أجواء هذا الملعب أجواء رائعة حقيقة، أجواء مميزة حقيقة. هذه كرة واصلة هنا في منتصف ملعب المباراة، وبعد ذلك اللقطة الماضية، مميز يا جماعة، مميز يا سادة، حتى وإن قطعت باللحظات الأخيرة، لكن المرور بالكرة الماضية كان رائعا حقيقة، لتعود الآن بمنتصف ملعب المباراة وبكرة من الجهة اليسرى على نتيجة المباراة. وهنالك عاشقين بالنسبة لتحيل متواجدين بالجانب الآخر، محاولة دحلاوية، نقلة إلى الطرف الأيسر، تقدم بالنسبة للأحمر من الطرف الأيسر عرضية الآن، ولكنها وصلت على مستوى حراسة المرمى. هنالك إلى إبراهيم بكري، إبراهيم قد أحلاوية، وصلت هنالك إلى إبراهيم بكري على مستوى حراسة المرمى. نعم قلت لكم بأنهم يؤازرون ويقفون خلفهم دائما وأبدا، ما دام هذا فريق آخر، فريق آخر. تحيل إذا ما حقق المركز الأول بالفئات العمرية فهو ثاني، هذا قطعي، هذا قطعي، يعني بهذا الموسم تحيل على مستوى الرديف على الكرة، هو من يهاجم، هو من يباغت، والآن يضاعف نتيجته.
ولا تشعر بأن العربي هو الخاسر والذي يجب عليه أن يبادر ويهاجم. لا، العربي متراجع وكأنه هو اللي يتقدم بنتيجة المباراة ويريد المحافظة على هذا الهدف. وتحيل كأن الخاسر بهدف ويحاول من أجل المضاعفة ومضاعفة النتيجة، نعم، وبالتالي يجعل الكرة بملعب الفريق المنافس. تريد أن تدافع، يجب أن تبدأ من الخط الهجوم، لا تعود إلى الخلف وتتكتل وتتيح الفرصة يعني واحدة من كراتها لو وصلت إلى الشباك قبل الدقيقة 75 فنحن أمام ربع ساعة متبقية من نار مشتعلة ملتهبة ما بين الطرفين. قلتها قبل قليل وسأكررها الآن، أنا علقت العديد من مباريات الفئات العمرية، حقيقة لم يسبق لي وأن عشت أجواء الفئات العمرية كما أعيشها الآن. والله والله، من حضور جماهيري، من مساندة، من مستوى في أرضية الملعب، من أجواء إسبايا وخروج عبد الله. محاولة للعربي من الجهة اليمنى، الهداف القناص، يبحثون عنك في هذه الليلة، لا تغيب، لأنهم يطلبون منك هدفا بهذا التوقيت، فلا تخيب لهم الآمال. لدينا كرة من الجهة اليسرى، دحلاوية، اقتراب، تمرير تأتي أو تصل الآن وبعدها أو شاهدوا اللوحتين، هنا كرة راحت لمصلحة العرب، هنالك لوحة على الجهة اليمنى ولوحة على الجهة اليسرى، هنالك لوحة توجد فيها المنصة الأغلى، وحكم المباراة يقول لا توجد ركلة جزاء ولا يوجد بار، فبالتالي خلاص انتهى، لا عودة بالقرار. لدينا كرة من الطرف الأيمن لمصلحة العربي وإلى رمية تماس، يريد استكمال المباراة وينتظر قرار الحكم خالد شاه. لدينا كرة من الطرف الأيسر هنا لمصلحة دحيل، سيطرة، يا عيني عليك، يا عيني، يا ولد يا ولد، شنو أنت، كرة ومحاولة لكنها لم تكتمل، بالرأس عادت لمصلحة دحيل، تقدم إلى الأمام، نقلة إلى تواجده، تمركزه، تحركه، سرعته، استلامه، يا أخي عندما أراه وكأني رأيت مونتاري، والله لاحظ هنا بالمنتصف السليطي بلمسته عادت هنا لدفاعات العربي بدائرة المنتصف، تقدم إلى الأمام ونقل إلى اليسار، مرور، اقتراب، تقليص، كل الجمهور وقف على قدم، أبدا، كانت براس المدافع ولكن الحرص والعاطفة تتغلب، العاطفة تسود، تسيطر. هنا ركلية عربوية الخامسة والسابعة بالمباراة، ولكنها زلت متيقنا، أقول هذا اعتقادي، لو سجل العربي الآن هدف فالدقائق القادمة ستكون مختلفة مع إمكانية العودة. لكن يا جماعة، إدحال فريق كبير، اي والله، انا عندما اتحدث ضاع بإشارة حكم اللقاء، يعني حتى هذا الوقت كافي من أجل العودة، لو كان هنالك نتيجة المباراة، ولكن لا تستطيع أن تجزم، لأن كرة القدم كل شيء يحصل فيها، مطالبة بركلة جزاء، ولكن حكم المباراة يقول لا وجود إلى أي شيء، ما كان هنالك تكاتف طبيعي. نرى ونتابع، يعني المنهالي تدخل على محمد خالد إبراهيم، يعني التكاتف كان على أبعدات، هذا إبراهيم بكري أبعدها وأبقى النتيجة على ما عليه الآن. كرة بمنتصف ملعب المباراة تنقل إلى الجانب الأيمن، تقدم بهذه اللحظات.
عشاق العربي يؤثرون، نعم العرباوية يؤثرون، كرة التقليص، التقليص ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، وهنالك راية ترفع بهذا التوقيت. يمثلان قطر خير تمثيل، الحديث عن الطوفان والرهيب بكرة واصلة الآن على مستوى حراسة المرمى، هنا الصافرة، هنا الختام، هنا اللقب، هنا معانقة الكأس، هنا الذهاب إلى منصة التتويج.